السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير. متواجدين اليوم في منطقة شكرشاير، جينا نصور المجمع هذا، مجمع راقي عبارة عن أربع بلوكات. المنطقة اسمها منطقة شكرشاير، قريب من الميدان، منطقة حيوية جدا، قريب من مول الفورم، وقريب أيضا من الميدان. في البلوك هذا، البلوك الوسطاني، بنصور شقة في الدور الثامن، شقة 3 غرف صالة، مجمع متكامل موجود فيه زي ما احنا شايفين جلسات عائلية. احنا وصلنا الدور الثامن، هذا المصعد الدور الثامن. المصعد يسع 10 أشخاص. في كل دور في شقتين أو 3 شقق، آسف، شقتين أمامية وعندنا شقة خلفية. نصور لكم الشقة، هذه شقة نموذجية في الدور الثامن، شقة 3 غرف صالة، مساحتها 160 متر مربع. أول ما نخش هنا موزع الغرف، أرضيات كلها باركيه، والغرف موزعة هنا. نجي هنا على اليسار على الصالة، شوفوا مساحة الصالة ما شاء الله تبارك الله، مساحة كبيرة وشرحة ما شاء الله، ديكورات سقفية، الشقة كلها تدفئة مركزية. عندنا واجهتين، واجهة من الجبل هنا على الطبيعة، والواجهة الأمامية أيضا. نطلع نشوف البلكونة من الواجهة الأمامية. عندنا البلكونة مساحتها كبيرة ما شاء الله تبارك الله لو تلاحظوا، وشوفوا الإطلالة الرائعة في الشقة هذه. الإطلالة هي اللي تتكلم لحالها. المنطقة اسمها منطقة شكرشاير، منطقة مخدومة بكل الخدمات، قريب من وسط البلد من الميدان. في المجمع موجود فيه ألعاب أطفال، جلسات عائلية، وعندنا هنا أجهزة رياضية، عندنا هنا بوابة إلكترونية وكاميرات مراقبة، بالإضافة إلى ذلك عندنا مواقف للسيارات مغلقة من هنا تحت المكان هذا، بالإضافة إلى المواقف المفتوحة. وعندنا قريب من المجمع جدا قريب سوبر ماركتات وبقالات، وجامع قريب أيضا من المجمع. عندنا جواهر مول زي ما احنا شايفين قدامنا هنا، جواهر مول. الشارع هذا شارع مؤدي إلى الساحل، الميدان تقريبا 5 دقائق، مول الفورم 5 دقائق، المطار 7 دقائق، يعني كل الأماكن اللي نبغى نروحها جدا قريب من الموقع. مخرج من المطبخ أيضا للبلكونة، وهذا المخرج من الصالة. نكمل تفاصيل الشقة، نطلع من الصالة نجي هنا على اليمين المطبخ، دواليب المطبخ ما شاء الله تبارك الله نوعية جيدة وفاخرة. هذا المخرج اللي قلنا عليه سابقا في البلكونة، مخرج للبلكونة. مقابل باب الشقة من هنا مقابلة فيه غرفة أولى،
مساحة جيدة ما شاء الله تبارك الله، وفي مخرج لبلكونة جانبية صغيرة من الغرفة هذه، اطلالتها من الجنب، اطلالة جزئية هنا على الطبيعة وعلى الشارع الرئيسي. يعني نخرج من المجمع هنا ورا البناية الزرقاء، هذا طريق رئيسي للمواصلات. شايفين الموقف هذا؟ موقف الباصات. يعني الخدمات جدا قريبة من المجمع. عندنا هنا قدامنا هنا مطعم فطائر وسوبر ماركت قريب من المجمع، وبقالة موجودة. يعني منطقة مخدومة جدا. هذه الغرفة الأولى، بجوارها الغرفة الثانية، مساحتها أيضا جيدة ما شاء الله تبارك الله. التدفئة المركزية موجودة في كل الغرف. مقابل الغرفة الثانية عندنا الحمام الأول منتهى الكرامة. بجوار الحمام الأول الحمام الرئيسي، ما شاء الله مساحة الحمام الرئيسي ما شاء الله جيد. وأخيرا نجي هنا على غرفة النوم الرئيسية. شوفوا مساحة غرفة النوم، مساحتها جيدة ما شاء الله، واسعة، لها حمام خاص فيها مروش، يعني بكلوزد ومروش. غرفة النوم الرئيسية الماستر اطلالتها جانبية على الطبيعة. المجمع عبارة عن 4 أبراج، الأبراج كلها اطلالتها على الطبيعة. بالإضافة إلى ذلك شقق متوفرة في المجمع، شقق مختلفة، في شقق خلفية وشقق أمامية. عندنا هنا احنا البلوك الثاني، عندنا هنا البلوك الأول، واحنا في البلوك الثاني شقة نموذجية كنا نصور لكم، وهنا أيضا في بلوكين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.